تمشي الجبهة. ايه وحوشك وبنتك مش حينقص عليكم شي بعون الله. مثل تكلم على الماديات، لقدر الله لو صارت لك انت حاجة شن بيصير فيني يعني وبنتك؟ هني لو رحت في غيري وجد، لكن لو راحت البلاد من يجيب دالها؟ انت كنت ديما تقول لي خلاص بتسيب السلاح، شن اللي رجعت السلاح؟ هني لما سيبت الكتيبة زمان سيبتها لاني ما كنتش مقتنع باللي صاير، لكن اللي صاير توا غير يا منال. الحرب هذي مقدسة، نداء واجب. هني ماشي الحرب هذي مش ندافع عليها هلي وبلادي وناسي من الدواعش هدامة اللي لو سامح الله طاحت البلاد بين يديهم يعلم الله شن حيصير فيهم. هني ماشي مش ندافع عليك انتي ولجين،